نجيبي الحقني نجيبي. ايه مالك؟ الحقني نجيبي، مش عارف اخد نفسي. ميه هتخنق، مفيش اكسجين. اديله شويه ميه. ميه، ما تخافش. اشرب ميه، اشرب ميه. بس اهدى. بص، طول ما في كهرباء في اكسجين، والكهرباء شغاله زي الفل قدامك. الكهرباء قطعت، يبقى مفيش اكسجين. كل واحد يستعمل انبوبه الاكسجين اللي وراه. أنا جايب له أكسجين. لازم بقى فيه أكسجين معانا كفاية، محدش ضامن الطريق. اشربوا لبن، لبن. وأبو موسى بعد المصاريف دي كلها مش قادر يجيب جنريتور. زاهر، اديله لبن، اديله لبن. لا لا، مش عايز لبن. أنا عايز نسكافيه. عايز إيه؟ نسكافيه. نسكافيه؟ أجيب لك نسكافيه منين دلوقتي؟ اديله لبن. الاماكن المقفوله دي تخنيش نفسي. مقفوله ايه؟ ما الطريق واسع قدامك اهو، مفتوح. اسمع، وانت ماشي ما تبصش لا يمين ولا شمال. ها يا معين يا جبار يا رحمن يا رحيم، اللهم يا معين يا رحمن يا رحيم، اللهم فرج شدتنا. امين. يا بركه دعاء كل جاب يا اما. صورتني واد انت مؤاخذة كبير. مفيش في النفق هنا كنيف. ايه كنيف؟ دورة ميه اصلا مؤاخذة. صور دورة ميه. انت فاكر نفسك في الشيرتون؟ بص، امشي على طول واعملها في اي حته، بس اعملها على جنب، ما تعملهاش في نص السكه. يلا. الواد ده لو فضل كده كتير النفع هيقع علينا. ايه؟ مفيش حاجة. الواد ده ينفع يشتغل في المطافي. ايه ده؟ الواد عبد الجليل ماله اتحرق كده ليه يا باشا؟ طبعا مش فاقد ميه كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور النفق. الاخوه من مصر؟ ايوه، احنا من مصر. مصر ده ام الدنيا كلها. الله يخليك. امال حضرتك منين؟ من السودان. احسن ناس. هي مصر والسودان ايه؟ ما هو واحد. اي خدمات؟ الله يخليك. بسلامه ان شاء الله. اتفضل اخويا، مع السلامه. مع الف سلامه. راجل طيب قوي. مين ده؟ ده الباك رايت بتاع الهلال يا باشا. ده الواد حموص غزله تغزيله. يا عبد الجليل، عبد الجليل، يلا بينا. بقول لك ايه يا كبير،
النفق ده باين عليه بسم الله الرحمن الرحيم مسكون. مسكون؟ ايه يا ابني في ايه؟ مسكون بايه ان شاء الله؟ عليا النعمة وانا بفك لما مؤاخذة سنقتي لقيت عفريت طويل واسود قوي قام زرق من ورايا. ما هو جن ده كان حيشن من على الارض شيء. العفريت؟ اه. سلام الخول من رب الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أخويا من مصر؟ نعم. أخويا من مصر؟ شوف يا أخي المصر تعرف في أي حتة. أمال حضرتك منين؟ من إسطنبول. أحسن ناس. ما هو مصر وتركيا إيه؟ ما هو واحد. في خدمات يمكن أقدمها لكم يا فندم؟ لا متشكرين خالص، تفضل. سلام يا فندم. مع السلامة. سلام. مع ألف سلامة. ما هو خايف من إيه؟ ناس رايحة وناس جاية، أنا حاسس إن أنا في شارع جامع الدول العربية الساعة 2 بالليل. يلا. النفق مسدود. مسدود! انا عارف ان انا هموت هنا. انا كنت حاسس من الاول. احنا مشينا اكتر من 9 كيلو.